تحية خاصة إلى كل شرفاء داخل الجزائر وخارجها. من هذا المنبر أطلب من الناس اللي يسموا رواحهم بالديمقراطيين يسلموا لي على الديمقراطية، لما يتلاقوا بها يسلموا لي عليها. قبل أسبوع أو أكثر كنت درت تسجيلين عن صلاح الدين سيتم، زوج تسجيلات. الدفاع نتاعي على علي بالحاجة هو نفس الدفاع على صلاح الدين سيتم. ما نظرش نطول في الكلام، إنسان اللي دافع على صلاح الدين سيدهم ويدير عليه مقالات ويراسل هيئات دولية من أجله ويدير موبيليزاسيون على جاله لأنه هدو واحد بالتليفون، إنسان اللي يدير موبيليزاسيون على صلاح الدين سيدهم لأنه ما جدولوش الجواز تاع السفر تاعو وما يتحدثش على علي بن حاج، اللي قضى 18 سنة في السجن وما زال ممنوع من أبسط الحقوق نتاعو في العمل في السكن في جواز السفر تاعو في التنقل في حرية التعبير في كثير من الأشياء. هذا إنسان لا علاقة له بالديمقراطية، ما عنده حتى علاقة بالديمقراطية، والديمقراطية مش مهنة والله تيكي يجي لهنا يلزق، وإنما ممارسة لي يصدقها الواقع يصدقها الفعل. أفعال ديمقراطية، أفعال مش أقوال. والدفاع عن علي بن حاج هو مش بالضرورة أنني أرني معاه في الخط السياسي نتاعو، مثل ما دفعت على صلاح الدين سيدهم هذا لا يعني من أنه أنا راني مع الخط السياسي نتاعو. الخط السياسي نتاعو ليه خاص به، والخط السياسي تاع علي بالحاج خاص به، ولكن هناك أشياء مشتركة. اللي هدد صلاح الدين سيدهم هو شغل يهددني أنا، واللي يعتقل علي بن حاج شغل يعتقلني أنا. نقوم بنفس الموقف مع ناس واحد أخرين إذا كانوا مظلومين، يعني مش يجيني الآن واحد خائن يدعو إلى تقسيم البلاد ولما يعتقلوه نوقف معاه. لا، إنسان يكون مظلوم أنا نوقف مع المظلوم ما نوقفش مع الظالم. أولا الكلام فيه ما هو مجازي، يعني كي تقول مثلا الكلام كالرعد مش معناتها بالضرورة راهو الكلام تاعو رعدة، كلام مجازي. الإنسان اللي ما يفهمش المجاز الله غالب. روحوا تعلموا العربية، قلنا لكم ديك المرة تعلموا العربية مش عيب. الناس اللي عندهم عقدة من العربية هذوك أهلا بالي بهم، الآن راه الفرصة نتاعهم على جال باش يزيدوا يعاودوا يخرجوا كاش شريط واحد اخر. وطرحت ايضا بعض التساؤلات، طرحت بعض التساؤلات وماذا بي عجل باش نلقى اجابات. كم اغتصب علي بن حاج؟ هذا الناس اللي ينتقدوا في انا بحجة انني ندافع على علي بن حاج، هما بالنسبة لي أنا إذن راهم يدافعوا الجنرالات، لأنه الكلام خاص بعلي بن حاج والجنرالات. والجنرالات اللي نقصدهم أنا هما مش كل إنسان يدير رتبة نتاع جنرال راني نقصد فيه، ولا راني نقصد في المؤسسة نتاع الجيش، لا، أنا أقصد الجنرالات اللي ماتوا، وبالتحديد العربي بن الخير، إسماعيل العماري، والنفس الكلاس تاعهم راهم معروفين الكبرانات. هذو هما اللي نقصدهم انا في الكلام تاعي.
إذن فيه ما هو كلام مجازي، وفيه ما هو تساؤل، وفيه كلام حق. ممنوع من الكلام، ممنوع من الظهور في الوسائل تاع الإعلام نتاعهم، ممنوع من المشي في الحدائق نتاعهم، ممنوع من السكن في المحيط نتاعهم. هذا كلام نتاع حق. ولما توصف أشياء، هذا لا يعني بالضرورة أنك مع شخص معين. بدر قلت لي من أنك مندهش من الكلام نتاعي، ومن أنه محبط، ومن أنه لو كان جعلي بن الحاج على حق لو كان نصر ربي. مندهش من الكلام نتاعي، من الموقف نتاعي، من الدفاع نتاعي يعني بن الحاج. طبعا هذا موقف خاص بك انت، مش خاص بي انا، والكلام اللي نقوله انا خاص بي انا. انا ما نعبرش بالقناعات نتاعك انت، نعبر بالقناعات نتاعي. اذا عندك شيء تقوله في علي بالحاج تفضل. هذه واحدة. الحاجة الثانية، قلت من انه لو كان جعل حق لو كان نصر ربي. الإنسان الدارس للسيرة النبوية ودارس للتاريخ يعرف بأنه جميع الأنبياء تعرضوا للشدائد وتعرضوا للابتلاءات. ويكفي أن أضرب بعض الأمثلة. سيدنا إبراهيم عليه السلام أدخل النار، هل معنى هذا أنه كان على باطل؟ سيدنا نوح عليه السلام 9 قرون ونص. ويكفي أنك تقرأ ماذا لقى سيدنا موسى، سيدنا عيسى. هناك بعض الأنبياء الذين قتلوا، وهناك نبي من الأنبياء نشر بالمنشار، نشروه، روح طالع. هل معنى أن الأنبياء كانوا على باطل؟ وهذا لا يعني أن علي بن الحاج راهو على حق. هذا تساؤل، تساؤل بالمنطق نتاعك. أيضا أتساءل بالمنطق نتاعك، هل معنى أن النظام على حق؟ هل معنى أن الجنرالات الذين أتحدث عنهم راهم على حق؟ أي منطق تتحدث به؟ هل معنى أن الفلسطينيين على باطل، ومعنى أن إسرائيل هي المنتصرة بالجيش نتاعها أنها على حق؟ هل معنى أن الأمريكان على حق وأن العراقيين على باطل؟ هل معنى أن الروس على حق وأن الشيشانيين على باطل؟ وإلى آخره. إذن المسألة ليست بهذا التصور، وليست بهذا المنطق نتاعك انت. إذا تحب تقول أشياء في علي بن حاج قول، تفضل، أنت حر، عندك صفحة نتاعك وتعبر بوجهة النظر نتاعك. وأنا ما نعبرش بوجهة النظر نتاعك، أنا ما نعبرش بالقناعات نتاعك، وما نعبرش بالقناعات نتاع الناس اللي ينتقدوني. أنا نعبر بالقناعات نتاعي فيما أراه في علي بن حاج. وهذا لا يعني من أنني معاه في التوجه السياسي نتاعو، ولا في التوجه الإيديولوجي نتاعو. موقف نتاعي منه مثل هو الموقف نتاعي مع صلاح الدين سيدهم. ولما ندافع على واحد لأنه مظلوم، أنا أقف مع كل إنسان مظلوم، لا أقف مع الظالم. الأشياء اللي قلتهم في علي بن الحاج قادر تقول لي العكس، تفضل. أنا نقول بأنه علي بن الحاج ممنوع من الكلام، ممنوع من الظهور في الوسائل تاع الإعلام تاعهم، أنت قول العكس. أنا نقول باللي علي بن الحاج ما زالوا حي وهما ماتوا، أنت قول العكس، تفضل. قال لك هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أما قضية التهم هذه المعلبة، وقضية المحاولة على التأثير على القناعات تاع الناس، أنا لا تهمني قناعة الناس. أنا الشيء اللي يهمني هي القناعات تاعي.
ودائما أكرر، سلموا لي على الديمقراطية، سلموا لي على حرية التعبير، سلموا لي على حقوق الإنسان.